في حدث فريد من نوعه ضربت مدينة ليون الفرنسية موعدا مع أكبر وأشهر الطهاة حول العالم في إطار مسابقة بول بوكوز الذهبية للطهي المرموق، حيث يتنافس كبار الطهاة العالميين، وفاز فريق من الطهاة الفرنسيين بقيادة ديفي تيسو. وقد حصل الفريق الفائز في المسابقة على لقب جائزة بوكوز الذهبية للطبخ التي تعد من أهم المسابقات العالمية في فن الطهي التي أنشأها الشيف الفرنسي الراحل بول بوكوز. ضمنت المسابقة هذا العام اختبارا جديدا من حيث إعداد طبق للوجبات الجاهزة في إشارة إلى أصحاب المطاعم الذين اضطروا إلى إعادة التفكير في طريقة عملهم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد. حصلت على المركز الثاني والجائزة الفضية الدنمارك، بينما نالت النرويج البرونزية بعدما حلت في المرتبة الثالثة. وعلى مدى يومين تنافس 21 فريقا بعدما اضطرت 3 فرق للتغيب بسبب القيود الصحية المفروضة. وقدم كل فريق للجنة المؤلفة من طهاة من العالم أجمع طبقا من لحم البقر، بينما حضروا في المرحلة الثانية 3 أطباق مقبلات وطبقا رئيسيا وتحلية باستخدام الطماطم. وكانت نسخة عام 2019 من المسابقة قد انتهت بفوز ثلاثي اسكندنافي، إذ نال الدنماركي كينيت توب هانسن المركز الأول، تلاه السويدي سباستيان جيربراند والنرويجي كريستيان أندري في المرتبتين الثانية والثالثة. هذه المسابقة التي أطلقها الطاهي الشهير بول بوكوز سنة 1987 تعد بمثابة كأس العالم للطهاة، وهي تقام كل سنتين على هامش المعرض الدولي للمطاعم في ليون.